أحلام عطا الله صباح الخير، أكيد شكرا لك، شكرا جزيلا. وإذا في عندكم أي أسئلة إحنا جاهزين. معنا اتصال شيف، وإحنا عندنا الطبق الأخير مش هيك؟ نأخذ الاتصال والمقابل. يلا نأخذ اتصال، مين معنا؟ ألو، أهلا صباح الخير. يعطيكم العافية. شو الاسم أولا؟ شريفة طباخي. أهلا أهلا، هلا هلا شريفة، الله يحييكم. والله تمام، بدي سلامتكم، أنتوا كيفكم؟ والله بخير، احنا بخير وبنحب نسمع صوتكم دائما. شو رايك بمقادير الشيف لليوم واكلها وطبخاتها؟ والله دائما اكلاتها ما شاء الله شيء فخم، يعني قد ما نمدح مقصرين بصراحه. لا حبيبتي انتوا البركه والله يا قمر، اهلا وسهلا. الله يسعدك يا قال طباخي كلياتهم من الباب للمحراب يا حبيبتي. الله يسعدك. الله يسعدك، ما اجملك يا شيف حبيبتي، الله يرضى عليك. قولي يا قمر، معك وصفاتك روعة كثير لعيونك. بعدين هاي الفاصوليا كمان خيالية بصراحة، إشي جديد والله. هاي الفاصوليا انجنت، جربوها وادعوا لي، إشي كثير زاكي كثير كثير. والله كل شيء بتعمليه بجربه بصراحة، بطلع كثير زاكي. حبيبتي إن شاء الله بالهنا. أنا شريفة، أنت معانا على اللايف تعليقات؟ كثير. أنا قرأت تعليقك قبل شوي لأنه يعني شريفة مشاركة معانا اتصالات تعليقات. تجنن. شكرا لك. دائما بشارككم والله. شكرا شكرا لك حبيبتي القلب، اهلا وسهلا يا قمر. هلا هاي الوصفه الحلو فيها اللي بيعمل دايت او الكيتو وهالقصص هاي اللي انا ما بحبها، بتضيق خلقي بالاكل. فيكم تحطوا الشوفان اللي بدكم اياه، تمام. فيكم تحطوا حليب صويا، حليب خالي من اللاكتوز، بدكم خالي دسم، بدكم كامل الدسم، زي ما بدكم. هاي الخطوه اللي هي البيض والفانيلا، وحطينا كمان اللي هي شوية الحليب البارد. أنا ما أخذناش المقادير يا إبراهيم. ما أخذنا المقادير. تعال نتصور طيب. تفضل. تعال زي داركو. يلا نأخذ المقادير مع بعض. طيب بدنا 3 معالق من كبار من الشوفان، معلقتين كبار من الكاكاو، بدنا بيضة واحدة، ونصف كوب موز أو نصف كوب نصف حبة موز، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الفانيلا، معلقتين كبار من حليب السائل. هلا هذا اللي بيسوي مقدار صغير. انت كل ما بدك دوب للبيضه بتصير باثنين، 3 معالق شوفان بصيروا 6، وهكذا. هاي اللي بدها تسوي على وجبه حسب اللي هو مثلا برنامج الرجيم تبعها ابراهيم تسويها، تمام. هون انا خلطت المكونات، الموزه رح اجيب هاي الموزه بحجم نص حبه، رح اخذها بايدي، رح استخدم ايدي، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين رح اخلطها انا بالخلطه اللي بدي اياها. يس. واحركها واحطها بصحن، بفخاره، بصحن اللي هو تبع البودينج، زي ما بدكم، وعلى 180 10 دقائق، وبتقول لك حاضر يا سيدي، اشي بشهي وطعمتها موز وسهله على السريع. هلا بطلع لكم الجاهزه تشوفوها، راح استغل الفرصه واقدمها مع الشوكليت اللي هي شبه شوكولات، يعني هاي هيك بنضحك على أولادنا فيها، بس إشي كتير زاكي. هي من الكسيح، حلاوة دهن سائلة، في فانيلا وفي بالشوكولا، عشان اللي ابنها بحب الشوكولاتة هديك الغالية، وأصلا هي الشوكولا مضرة، فأنا بطعميه حلاوة بس هي دهن. عملوها دهن بهالطريقة كرمال يعملوها لشو؟ للساندويش للأطفال. حلو الفكرة. وأنا بدهن منها لأولادي بالساندويش وما بحط لهم شوكولات. حلو. فأنا رح أستخدمها بيدي اليوم كرمال أقدم لكم إياها مع الكيكة. يا سلام. يس. هيك إحنا يعني تقريبا ليكو. هي جاهزة ببساطة، بس حطيها، أنا حطيتها بصحن فخار، شوية طحين زي قالب الكيك عادي. هزاك. هاي بدها جنبها. هاي بدها جنبها بوزة، يا بدها آيس كريم من اللي عملتيه أنت. أوكي. وبعدين فينا ننزل منها شوي، شوفوا طبعا هي ريحتها طعمها حلاوة، أوكي، بس بنكهة الكاكاو زي الشوكولاتة بالضبط. يس. حطها اختياري، بعدين فينا كمان نحط شوي من كرز، وأعمل طبق بسيط، نحط رشة سكر ناعم مطحون كمان بصير، وسلامتك خلصنا. حلو حلو.
معنا اتصال من سهى. سهى صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، الله يعافيكي. ممكن نحكي مع الشيخ علاء؟ تفضلي. صباح الخير يا سهى. صباح الخير شيخ، كيفك؟ اهلا، انا منيحه اذا انت منيحه يا قمر. تمام الحمد لله تمام. والله نحن من عشاق الشيخ علاء. ان انا من عشاقكم كلكم والله، راس مالي حبايبي. حابه اصبح عليك اقول لك اسلم ايديك على الوصفات الحلوه. قولي انا معك. يلا حابه اصبح على حبيبه قلبي ام غالب الحجاي. تدللي انت حبيبه قلبي، يا هلا فيكي يا قمر. جربتي شيء طيب من الوصفات؟ والله يسلم ايديك على الوصفات الحلوه حبيبتي، الله يخليك. شكرا لك على اتصالك وصباحك عسل. هي عينه من ال... لازم قمر يجيكم. قديش هو هش؟ مش معجن؟ استخدمت فيه الشوفان المجروش. هلا الكسيف عندهم كيسان، في عندهم الشوفان والكيس اللون الفاتح والكيس اللون الازرق. اللون الازرق ابراهيم اللي هو الحبه الكامله، الكيس الاصفر اللي هو سريع الطهي يعني للشوربات للكيك بانكيك. هيو هذا هون مكتوب عليه، هلا بورجيكم اياه على الكاميرا. هيو مكتوب عليه سريع الطهي، هلا بتشوفوه هون بهاي الزاويه، وفي اللون الازرق هيو شايفينه، هذا سريع الطهي اللي هو هون. هاي الحبة بتكون مجروشة. الكيس الأزرق اللي هو الحبة الكاملة اللي فيه ستات بحطوا مع حليب مع إشي أمور زي هيك. جاع إبراهيم والتزم الصمت وأنا خلصت. أنا جوعت لأنه اليوم نوعتي، يعني نوعتي بين الحلو بين نوعا ما مالح وبين الطبق الرئيسي اللي زاكي برضو ريحة الصويا صوص تبت من هون على ريحة الكيك من هون. شم شو الريحة؟ موز. موز بس موز. بشرط الموز، أنا اللي هناك حطيته دلافين الموز اللي ماسكة هيك كرز بتمها، هذا الموز الصومالي اللي حبته ماسكة حالها. إحنا رح نختار الحبة أيوة اللي هي شو مستوية عشان يعطيني الحلاوة الطبيعية من حلاوة الموز، ما حطينا سكر. فأنا استخدمت هاي الحبة اللي هي إحنا إيش بيقولوا الستات بلش الموز بده يخرب، هذا بيكون مستوي زي القطر، هذا اللي استخدميه. تمام شايفة قديش الحبة بتكون مستوية زي القطر، بتعطيكي حلاوة السكر الطبيعي اللي بدنا إياها في الكيك. هذاك ما بدنا نستعمله. وإلك إبراهيم أنا خلصت.